السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا بحضرتكم معانا في قناة مستر عامر رجب 2. معاكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله هكمل مع حضرتكم حل وشرح منهج الترم الأول للصف الرابع الابتدائي من كتاب الأضواء جيم 2022 كونكت 4 الفصل الدراسي الأول، وسبق وحلنا مع بعضنا وشرحنا الوحدة الأولى والتانية والتالتة والرابعة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في يونت 5 الوحدة الخامسة، وهنحل ونشرح مع بعضنا الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة الخامسة. والنهاردة حبايبي عندنا يونت 5 الوحدة الخامسة عنوانها ايه؟ Where do you work؟ Where الاتش هنا silent يعني ما تتنطقش. Where do you work؟ أين تعمل؟ Where do you work؟ Where do you work؟ أين تعمل؟ ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا القناة تشاركوا معنا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. يلا بينا نبدأ مع بعضنا lesson 1 الدرس الأول من الوحدة، طبعا بين number 207 صفحة 207 عندنا vocabulary درس الكلمات listen point and say استمع وأشر وقل. طبعا عندي jobs in my community اللي هي الوظائف في مجتمعي، jobs in my community. عامل البناء builder builder builder. كهربائي electrician electrician. CIN بتجيب ايه؟ شن electrician electrician. الوظيفة اللي بعد كده اللي هو سائق الأوتوبيس bus driver bus driver bus driver. سباك plumber. البي هنا silent البي خفيف، أول ما تيجي بعد الام منطقها تكتب وتهجى ولا تنطق. plumber plumber، لكن لو عندي بي خفيف بي تقيل انطقها عادي جدا زي كلمة jump يقفز، لكن بي خفيف ما تتنطقش. plumber سباك plumber. الوظيفة اللي بعد كده ميكانيكي ميكانيك. السي اتش هنا بتجيب ايه؟ حرف الكاف. ميكانيك ميكانيك ميكانيكي ميكانيك. عندي ساعي البريد اللي بيوصل الخطابات ميل كارير ميل كارير ميل كارير. عامل النظافة او جامع القمامة يعني ايه سنة رابعة؟ garbage collector garbage collector garbage collector. يبقى عندنا builder 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 electrician 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 bus driver bus driver bus driver mechanic mechanic mail carrier mail carrier garbage collector garbage collector plumber plumber سباك plumber. وكمان عندي هنا ملحوظة ان ايه قال لك معظم المهن ايه بتنتهي ايه او بعض المهن بتنتهي بالـ ER. قلبنا الصفحة سنة رابعة صفحة 208 بنمبر 208. How many people كم عدد الناس helped you live in your home اللي بيساعدوك على المعيشة داخل المنزل؟ بيقول لي ايه بقى؟ A builder البنا made the walls walls الحوائط الايه هنا بتجيب حرف الاو strong and safe يعني عامل البناء صنع حوائط بشكل قوي وآمن. تاني حاجة عندنا الشخص اللي بيساعدنا an electrician اللي هو ايه؟ الكهربائي connected the electricity قام بتوصيل الكهرباء so you can use lights فتمكنت من استخدام الأضواء watch TV تشاهد التلفاز or do your homework on a computer وكمان ممكن تعمل الواجب بتاعك على الـ على الكمبيوتر. الوظيفة اللي بعد كده الـ plumber a plumber اللي هو الـ السباك connected the pipes قام بتوصيل المواسير and faucets والحنفيات أو الصنابير so you have water فأصبح لديك الماء to have a shower عشان تاخد دش أو تستحمى and brush your teeth وتغسل أسنانك. مين تاني بعد كده معانا؟ garbage collector اللي هو ايه جامع القمامة takes away all the garbage ياخد جميع القمامة بعيدا so you can keep your house وتستطيع أو لذلك يبقى بيتك ايه nice and clean يعني ايه لطيف أو جميل ونظيف. email carrier ساعي البريد delivers بيوصل your letters خطاباتك and packages اللي هي الايه الطرود البريدية طرد بريد يعني ايه حد مثلا مسافر برا مصر يبعت لك موبايل يبعت لك اي حاجة عن طريق البريد ده اسمه ايه طرد بريدي. طيب دي الناس كلها بتساعدني داخل المنزل او بيجوا يساعدوني لحد البيت but you also need help when you leave the house لكن انت كمان محتاج المساعدة اذا غادرت المنزل او خارج الايه المنزل. You need انت محتاج ايه؟ You need a mechanic to fix the car محتاج الميكانيك يصلح العربية or the bus driver او محتاج سائق الاوتوبيس to take you to school عشان يوصلك الايه الى المدرسة.
الصفحة اللي وصلها 209 عندي اكسترا فوكابلري يعني كلمات اضافية. عندي حوائط walls، الايه بتجيب حرف الاو walls walls. كهرباء electricity electricity electricity. صنبور المياه faucet faucet faucet. قوي strong strong. اضواء lights lights. عندي الجي اتش سايلنت lights. كمامة garbage garbage garbage. آمن safe safe. مواسير المياه pipes pipes. طرد بريدي package package. عندي ال conjugation of verb صفات الأفعال. أفعال منتظمة اللي هي بإضافة دي أو إي دي أو أي إي دي زي يستخدم use use. يوصل connect connect. طبعا use الماضي منها used use used. connect connected connected. طبعا دي ضفنا لها دي لأنها تنتهي بإيه؟ لا تنتهي بإيه، ضفنا لها إي دي في الماضي. يوصل أو يسلم deliver deliver. الماضي منها إيه؟ delivered delivered. يصلح fix fix. الماضي منها إيه؟ fixed fixed. يشاهد watch 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 it watch watch it. يغسل بالفرشاة brush brush brushed brush brushed. يحتاج need يحتاج need need needed need needed. عندي irregular verbs الأفعال الغير منتظمة والشاذة تحفظ كما هي. make يصنع الماضي منها made make made make made. يمتلك have الماضي منها had have had have had. عندي يترك leave leave left leave left. يفعل do do did do did do did. يأخذ take take took تيك توك تيك توك. بعد كده عندي expressions اللي هي التعبيرات and phrases والجمل. بيقول لي do homework يعني يقوم بعمل الواجب المنزلي. do homework do homework. take away the garbage يحمل القمامة بعيدا. take away the garbage. need help يحتاج المساعدة. need help. have a shower have a shower يستحم أو يأخذ دش. keep the house clean keep the house clean يحافظ على نظافة المنزل. بيقول لي بقى check point a garbage collector جامع القمامة keeps our houses clean and nice بيحافظ على منازلنا نظيفة وجميلة. طبعا true. a builder اللي هو البنا connects pipes and faucets بيوصل المواسير والحنفيات. طبعا فرصة غلط. مين اللي بيعمل كده؟ البلامر السباك. the bus driver اللي هو سائق الأوتوبيس takes us to school بيوصلنا المدرسة. طبعا الكلام ده ايه؟ true. قلبنا الصفحة سنة رابعة 210 صفحة 210. عندي الجوب اللي هي الوظيفة والديسكريبشن الوصف بتاعها. بيلدر البنا بيعمل ايه؟ he makes the walls strong and safe يصنع عامل البناء حوائط قوية وآمنة. electrician الكهرباء he connects the electricity بيوصل الكهرباء. so you can use light تتمكن من استخدام الأضواء. watch TV مشاهدة التلفاز and do your homework وتعمل واجبك. on the computer على الكمبيوتر. بعد كده عندنا البلامر اللي هو السباك he connects pipes and faucets بيوصل المواسير والحنفيات. so you have water التي تمكنك من الحصول على الماء. to have showers عشان تستحمى and brush your teeth وتغسل ايه سنانك. بعد كده عندنا garbage collector اللي هو ايه جامع القمامة. بيقول لي he takes away all the garbage and keeps هو ايه اللي بياخد القمامة بعيدا and keeps your house clean ويحافظ على بيتك نظيف. عند الميل كارير اللي هو ساعي البريد he delivers your letters and packages يوصل ساعي البريد الخطابات والطرود. الميكانيك اللي هو الميكانيكي بيقول لي he fixes cars and buses يقوم الميكانيكي بإصلاح السيارات والأوتوبيسات. بعد كده عندنا ايه الباص درايفر اللي هو سائق الأوتوبيس he takes you to school يوصلك سائق الأوتوبيس إلى الايه المدرسة. بعد كده بيقول لي read and put true or false يعني ايه هنقرأ ونختار صح ولا غلط. بيقول لي the electrician الميكانيكي اللي هو الكهربائي makes the places where we live بيصنع الأماكن اللي بنعيش فيها. طبعا الكلام ده خطأ. مين اللي بيصنع الأماكن اللي عايشين فيها؟ طبعا البيردر اللي هو ايه العامل البناء. الميكانيكس الميكانيكي فيكس بيصلح كارز and buses بيصلحوا العربيات والأوتوبيسات. طبعا الكلام ده صحيح true. ميل كارير ساعي البريد delivers بيوصل letters and packages بيوصل الخطابات والطرود البريدية. طبعا برضو ايه true.
الصفحة اللي وصلها صفحة 211. 211 عندي ايه؟ lesson 1 exercise التمرينات على اول درس. درس سهل جدا وجميل. listen and supply the missing letters، استمع واكمل الحروف الناقصة. هنا mail carrier، mail carrier ناقصة ايه؟ builder، builder ناقصة اي. mechanic، mechanic ناقصة ام طبعا. plumber، plumber ناقصة اليو. بعد كده السؤال التاني listen and complete يعني استمع واكمل. عندي water ماء، لمر سباك، طيب سماوة سير، علي وأحمد. علي، what does the نقط do؟ ماذا يفعل نقط البلامر؟ السباك بيعمل ايه؟ السباك بيعمل ايه؟ قال هي كونكتس، بيوصل ايه؟ the نقط and faucets، بيوصل ايه والحنفيات؟ pipes، المواسير والحنفيات، pipes and faucets. that is how we have water، ده طبعا ايه الطريقة اللي بنحصل بها على الماء، من خلال الحنفيات والمواسير. circle the odd word out، اعمل دائرة على الكلمة المختلفة. بايب ماسورة، فوسط حنفية، ووتر مية، ميكانيك الميكانيكي. طبعا ماسورة وحنفية ومية المختلف طبعا الميكانيكي، لان دي اي وظيفة ودي اشياء. الكتريشن الكهربائي، براذر اخ، باص درايفر السائق، والبردر اللي هو البنا، طبعا دي مختلفة ان دي اي جوبس وظائف. ليترز خطابات، باكجز سرود بريدية، جاربيج القمامة، ميل كارير ساعي البريد، هو المختلف عشان هو جوب وظيفة ودي ثينجز اشياء. بايبس مواسير، وولز حوائط، ليترز خطابات، ميكانيك ميكانيك، هي المختلفة لانه جوب وظيفة ودي اي ثينجز اشياء. قلبنا الصفحة صفحة 212، عندي سؤال ماتش توصيل. The garbage collector، جامع القمامة، بيعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ keeps the streets clean، وحافظ على الشوارع نظيفة. نكتب هنا ايه؟ one. number two the builder، البنا بيعمل ايه؟ قال لك makes the walls strong and safe، يصنع الحوائط القوية الآمنة، يبقى two. الباص درايفر سائق الأتوبيس بيعمل ايه؟ takes you to school، بيوصلك المدرسة. البلمر السباك قال لك كونكتس بايبس ان فوسيتس، بيوصل الحنفيات والمواسير. ري ارينج، اعمل اعاده ترتيب وابدا بالكلمه اللي تحتها ايه خط. عندي ذا وولز الحوائط، ذا بيلدر اللي هو ايه البناء، ميكس يصنع، سيف امن، سترونج قوي، اند يعني وا. ذا بيلدر البناء، البناء بيعمل ايه؟ ميكس يصنع، بيصنع ايه؟ ميكس ذا وولز، يصنع الحوائط. strong and safe، يصنع الحوائط قوية ايه وآمنة. to school الى المدرسة، the bus driver cycle autobus you and takes يأخذ، the bus driver بيعمل ايه؟ takes بيأخذ، يأخذ من يأخذني انا، takes you يأخذك انت، takes you to school بيوصلك المدرسة. بعد كده the garbage القمامة، the garbage collector جمع القمامة، all كل takes away، يبقى the garbage collector takes away بياخذ ايه بعيدا؟ all the garbage. بعد كده بيقولي the mail carrier ساعي البريد، بيعمل ايه؟ delivers بيوصل، بيوصل ايه؟ letters الخطابات and packages والطرود. تمام. بعد كده بيقول لي ايه البنك تويت، اللي هو بنعمل اول جملة كابتر واخرها ايه نقطة لو جملة، او علامة استفهام لو سؤال، او اكسكليميشن مارك اللي علامة التعجب لو شعور قوي. which job is the most interesting، which يعني دي كلمة استفهام، يبقى في الاخر هنحط ايه question مارك اللي هي علامة الاستفهام، ولازم اعمل الايه الدبليو طبعا كابيتال لتر. طبعا انت لازم تكتب الجملة كلها، هكتب الجملة كلها كاملة كده، بس الحاجتين دول اللي هكبرهم كده ليه، هعملها كابيتال لتر واحط تحتها خط، واكمل الجملة زي ما هي سمول، واجي في نهاية الجملة واحط ايه
علامة الاستفهام. انا بس بوضح لك الحاجات اللي انت تعملها في الجملة، لكن انت لازم تكتب الجملة ايه كاملة. ودلوقتي هنبدأ في ليسون 2 الدرس الثاني، الصفحة اللي وسطها بالظبط على طول بعد ما انتهينا من الدرس الاول. بيد نمبر 213 صفحة 213 عندنا ساينس، درس علوم الكتريسيتي اللي هي الايه الكهرباء. يبقى الدرس بتاعنا الثاني عن الكهرباء. ليسون بوينت ان سي السمع واشر وكل. عندي فيشة بلاج بلاج بلاج، مقبس كهرباء سوكت سوكت سوكت، سلك مقطوع يعني ايه بروكن واير بروكن واير بروكن واير بروكن واير. بعد كده عندنا بارك لايتنينج لايتنينج، هنحوش الايه الدي اتش سايلنت ما تتنطقش. لايتنينج اللي هو البارك اللي هو الضوء اللي بيظهر في السماء وقت العاصفه. لايتنينج لايتنينج، يفتح تيرن اون تيرن اون، او يشغل ايه جهاز كهربي، يغلق او يطفئ. تيرن اوف تيرن اوف تيرن اوف. طيب عندي بلاك ان يوصل الفيشه، بلاك ان بلاك ان بلاك ان، ام بلاك يفصل الفيشه عن المقبس او عن البريزه. ام بلاك ام بلاك، نقراهم تاني، فيشه بلاك فيشه بلاك، مقبس كهربائي اللي هو البريزه اللي في الحيطه اسمها ايه سوكت سوكت، بروكن واير يعني سلك مقطوع بروكن واير. لايتنينج بارك لايتنينج لايتنينج، تيرن اون يعني يفتح النور او يشغل جهاز كهربائي. تيرن اون تيرن اوف عكسها، يطفئ النور او يطفئ ايه جهاز كهربي. تيرن اوف. بعد كده عندنا بلاك ان يوصل الفيشه، ان بلاك يفصل الفيشه. قلبنا صفحه صفحه 214 بيقولوا لك اندريد يلا بينا بقى نقرا الدرس بتاعنا النهارده. عندنا العنوان اميره ذا الكتريشن، اميره اللي هي ايه فنيه كهرباء. بيقول لي نو اميره، هيعرفنا باميره، بيقول لي ذيس از اميره، هذه اميره. She is an electrician، إنها إيه عاملة كهرباء. She studied and practiced، هي درست وتمرنت. For 3 years، لمدة 3 سنوات. Before she became an electrician، قبل ما تصبح إيه كهربائية. She knows how، هي تعرف how to work safely، كيف تعمل بأمان with electricity مع الكهرباء. تمام؟ بعد كده بيقول لي interesting things about electricity، عندنا اشياء ممتعة او شيقة عن الكهرباء او مثير للاهتمام. عند interviewer اللي هو الايه المحاور، مين المحاور ده؟ ده شخص بيسألها اسئلة وهي بتجاوب عليها، خاصة ايه اسئلة خاصة بوظيفتها كايه كالكتريشن كايه كفنية او عاملة كهرباء. بيقول لها tell us something about او interesting about electricity، اخبرينا بشيء مثير للاهتمام عن الكهرباء. أميرة قالت له did you know، هل تعلم. did you know كي هنا silent، did you know هل تعلم أن electricity الكهرباء travel ستنتقل faster than 300,000 كيلومتر السكند، هل تعلم أن الكهرباء تنتقل أسرع من 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. in a storm في العاصفة، we sometimes إحنا أحيانا see a flash of lightning، نرى وميض لإيه ضوء البرق. ذات فلاش، هذا الوميض has enough كافي enough electricity بإيه يعني إيه فيه كهرباء كافية for 1000 families for a year، ممكن يكفي 1000 عيلة كهرباء طول السنة لمدة عام. به كهرباء كافية لميت أو لإيه لألف أسرة لمدة عام كامل. يبقى ضوء البرق فيه إيه كهرباء تكفي 1000 عيلة لمدة عام. electricity is dangerous، الكهرباء خطيرة. interviewer سألها بيقول لها is electricity dangerous، هل الكهرباء دي خطيرة؟ قالت له yes very dangerous، نعم خطيرة جدا. if we get an electric shock، لو حصل لنا صدمة كهربائية لو اتكهربنا يعني، we can't control our bodies، لا نستطيع التحكم في أجسامنا. it can also burn us، ممكن ايه كمان تسبب لنا الحروق. الكتريسيتي الكهرباء is always trying to go into the ground، الكهرباء دايما بتحاول تصل الى ايه تصل الى الارض. it travels easily، تنتقل بسهوله through water، خلال الماء and our bodies وخلال الماء. ماشي، نقف هنا واقفه كده. طب هي بتنتقل بسرعه خلال الماء، تعال بقى شوف يعني ايه المشكله الاكبر اللي بتخلي الكهرباء خطر على حياتنا، ان اجسامنا our bodies R 70% water، إن جسمنا مكون من 70% من الماء، يعني جسمنا كله
مكون من الماء يعتبر، تلتين الجسم عندنا مية، عشان كده بيبقى ايه الكهرباء بتنتقل الى جسمنا بسرعة، فممكن ايه يعني لا قدر الله تؤثر على ايه حياتنا وتؤدي الى الايه الوفاة لو حصل لنا الكتريك شوك اللي هي الصدمة الكهربائية. طيب using electricity safely، ازاي نستخدم الكهرباء بطريقة آمنة؟ الله how can we use electricity safely، كيف ممكن نستخدم الكهرباء بأمان؟ أول حاجة يا أميرة قالت never touch anything electrical with wet hands، لا تلمس أي شيء كهربائي بأيادي مبتلة، wet يعني مبلل، أيادي مبللة. Look this is a broken wire، انظر هذا سلك مقطوع، don't use it ما تستخدموش، يبقى don't use a broken wire لا تستخدم سلك مقطوع. You can get an electric shock، ممكن يحصل لك صدمة كهربائية، or start a fire او يعمل ايه اشعال حريق. Never put anything into a socket، لا تضع شيئا ابدا داخل سوكت اللي هي البريزة اللي في الحيطة، only use plugs نضع داخلها الفيشة فقط. دي كلها حاجات تخليني استخدم الكهرباء بامان. الصفحة اللي قصادها 215 saving electricity اللي هو ايه توفير الكهرباء. المحاور قال لها يا اميرة how can we save electricity، كيف يمكننا ان نوفر save نوفر الكهرباء. اميرة قالت له that is a great question، ده سؤال عظيم. we often waste a lot of electricity، احنا غالبا بنهدر الكثير من الكهرباء. remember three things، تعالى اقول لك على ثلاث حاجات تخلينا ايه نوفر الكهرباء. when you leave a room، عندما تترك الغرفة turn off the lights، لما تكون في غرفة وخلاص خارج منها ما تطلعش كده وتسيب النور مفتوح، اطفي النور وانت خارج، يبقى turn off the lights يعني اطفي الاضواء. حاجة تانية if you are not using your computer، لو انت مش بتستخدم الكمبيوتر or تلفزيون او تلفزيون unplug it يعني افصل الفيشة. يعني ايه طول ما انت مش مشغل التلفزيون او الكمبيوتر ما تسيبش الفيشة كده محطوطة في الحيط وخلاص بتسحب كهرباء، زي الفيشة بتاع الشاحن برضه لو بنسيبها كده عمالة على بطال في الفيشة بتاع الكهرباء بتسحب كهرباء. يعني انا مش بستخدم فيشة الشاحن خلاص اسحبها، مش فاتح التلفزيون اسحب الفيشة، مش فاتح الكمبيوتر برضه اسحب الايه الفيشة. طيب use natural light in the day، استخدم الضوء الطبيعي في النهار، نستخدم نور ربنا طول النهار عندنا ايه الضوء ممكن عادي نعيش عليه، لو فتحنا الشبابيك بدخلنا ضوء داخل الشقة وداخل البيت، ليه نفتح النور في النهار خلي النور نفتحه بالليل. عندنا اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه، كلمه يتدرب يعني ايه يتدرب براكتس او يتمرن براكتس. عاصفه ستور ستور، صدمه كهربائيه الكتريك شوك الكتريك شوك، مبلل ويت ويت ويت، طبعا عكسها ايه كلمه دراي يعني جاف، مبلل ويت عكسها دراي جاف. يصبح بيكم بيكم خطير دينجرس دينجرس دينجرس، خلال ثرو ثرو ثرو، ضوء الطبيعة وضوء النهار natural light natural light، أسرع faster faster faster، وميت flash flash flash، يحرق burn burn burn. expressions and phrases تعبيرات وجمل، يعمل بأمان work safely work safely work safely، يتحكم في الجسم control the body control the body، يشعل حريقا start a fire start a fire، تسير في الأرض go into the ground go into the ground، تسير في الأرض. كيلومتر السكند كيلومترات في الثانية كيلومتر السكند. get electric shock يصاب بصدمة كهربائية get electric shock get electric shock. put something into يضع شيئا ما في put something into. check point صح ولا غلط. We can touch anything electrical with wet hands، نستطيع أن نلمس أي شيء كهربائي بأيادي مبللة، غلط هيحصل لنا electric shock على طول صدمة كهربائية. When you leave a room، عندما تغادر غرفة turn on the lights، افتح الأضواء، طبعا ايه مفروض turn off، يبقى الكلام ده برضو ايه فورس خطأ. Use natural light in the day، استخدم الضوء الطبيعي في النهار، طبعا الكلام ده ايه true. قلبنا الصفحة 216 how can we use electricity safely، كيف نستخدم الكهرباء بأمان. أول حاجة never touch anything electrical with wet hands، لا تلمس أبدا أي شيء كهربائي ويدك مبللة. never touch anything electrical with wet hands. الحاجة التانية don't use a broken wire، لا تستخدم السلك المكسور. you can get an electric shock، ممكن تصاب بصدمة كهربائية. or start a fire أو تسبب في إشعال الحريق. المعلومة الثالثة never put anything in a socket، لا تضع أي شيء في البريزة.
only use plugs، استخدم الفيشة فقط. وصارها بيقول لي ايه بقى في نفس الصفحة، how can we save electricity، كيف يمكننا توفير الكهرباء. number one، when you leave a room، عندما تغادر غرفة turn off the lights، اطفئ الأنوار. if you aren't using your computer or television unplug it، لو مش بتستخدم الكمبيوتر او التلفزيون unplug it، يعني افصل الفيشة. بعد كده بيقول لي ايه، use natural light in the day، استخدم ضوء النهار الطبيعي اثناء النهار. بعد كده بيقول لي ايه، I can find it out، اللي انا اكتشفته. I found out that people are all around the world، ان الناس كلها حول العالم use up to 15 different types of plugs، في 15 نوع من الفيشة حول العالم. each type has a different shape، وكل ايه شكل او نموذج لايه شكل مختلف. الصفحة اللي وصلها صفحة 217، عندنا ايه تمرينات على listen to على الدرس الثاني. انا سكرامبل اند رايت، اعد ترتيب واكتب. دي ايه سوكت، اللي هي الفيشة. بلاك، دي اللي هي البريزة. بلاك اللي هي الفيشة. لايتنينج اللي هو الايه البرق. بروكن واير، سلك مقطوع. تشوز ذا كوركت انسر، electricity walks ولا runs ولا travels faster than 300,000 كيلومتر السكن. طبعا ايه travels، يعني ايه تنتقل اسرع. in a storm، وقت العاصفة. we sometimes، احنا احيانا. see a flash of، بنشوف ومد لايه للكاميرا ولا الرين ولا اللايتنينج، طبعا اللايتنينج. turn نقط the lights، نقط الاضواء. when you leave a room، عندما تغادر الغرفة. turn ايه، turn off، turn on، turn in، turn off يعني يغلق. never try to put anything، لا تحاول وضع اي شيء in a wall ولا سوكت ولا بلاك، طبعا ما تحاولش تحط اي حاجة داخل البريزة، هتحط فقط الايه البلاك اللي هي الفيشة. القطعة، electricity is very important، الكهرباء هامة جدا in our life، في حياتنا. we often waste a lot of electricity، واحنا غالبا نهدر الكثير من الكهرباء. we have to save electricity، يجب ان نوفر الكهرباء. unplug computers، يعني ايه افصل الكمبيوتر and televisions والتلفزيون. if you aren't using them، لو انت مش بتستخدمهم. we can use natural light in the day، ممكن نستخدم الضوء الطبيعي في النهار. we can turn off the lights when we leave a room، كمان نستطيع غلق الانوار عند ايه مغادرة الغرفة. اول سؤال بيقول لي we can use، ممكن نستخدم blue natural ولا white light in the day، طبعا ايه natural light اللي هو الضوء الطبيعي. the word unplug means، تعني cut ولا remove ولا turn on، طبعا ايه unplug يعني remove، نخلع الايه الفيشة، remove يعني يزيل الفيشة. قلبنا الصفحة 218 وبنكمل أسئلة على القطع بتاع الكهرباء. Is electricity important in our life، هل الكهرباء مهمة في حياتنا؟ طبعا yes it is very important، نعم إنها هامة جدا important. What can we do when we leave a room، إيه المفروض نعمله وإحنا بنغادر الغرفة؟ turn off the lights، نطفئ الأضواء وإحنا خارجين من الأوضة. هنكمل بكلمة dangerous، خطير. ويت، مبلل، فصل يعني سريع. وبلج اللي هي الإيه الفيشة، خطير. بعد كده ويت يعني مبلل، فصل أسرع، بلج اللي هي إيه الفيشة. never touch anything electrical، لا تلمس أي شيء كهربائي. with not hands، يبقى يدي إيه ويت مبللة. put نقط، نضع ايه انتو ذا سوكت، هنحط البلاج طبعا، نضع البلاج، نضع الفيشة في البريزة. electricity travels، الكهرباء تنتقل. ها faster than يعني اسرع من، faster than 300,000 كيلومتر السكند. electricity is very dangerous، خطيرة جدا. بعد كده بيقول لي ايه، هنكتب الباراجراف عن ايه saving electricity، توفير الايه الكهرباء. هنقول ايه، we should، يجب علينا we should save electricity. ليه we often، احنا غالبا waste
electricity. احنا بنهدر الكثير من الكهرباء. When you leave a room, عندما تغادر الغرفة, tear off the lights, اغلق الأضواء أو اطفئ الأضواء. دي حاجة. ايه تاني؟ unblock TV or computers or computer, يعني ايه؟ افصل الفيشة بتاعت التلفاز او الكمبيوتر. if you don't use them, لو انت مش بتستخدمه. كمان ممكن نقول ايه؟ use natural light. امتى؟ in the day, في النهار. طب عملنا اكتر كمان من ايه؟ اكتر من اربع جمل. عملنا ايه؟ 1 2 3 4 5 جمل سهلة جدا وبسيطة وكلها من عندنا من الدرس. بعد كده عندنا البونكت ويت. طبعا اول جملة معمول اميرة الزاد is an electrician. افضل ماشي كده, هنا في ابوستروفي ناقصة من فوق. اميرة الزاد اللي هو بابا اميرة, فني كهربائي طبعا. وفي الاخر ايه؟ دي جملة, فنحط الايه؟ الفول الصب اللي هي الايه؟ النقطة. وكده حبايبي نكون انتهينا من حل وشرح الدرس الاول والتاني من الوحدة الخامسة. وردي وورك يعني عين تعمل. استنونا ان شاء الله الفيديو القادم هنحل مع بعضنا الدرس الثالث والرابع, وبعد كده الفيديو الاخير في الوحدة هنحل فيه الدرس الخامس وتدريبات شاملة على الوحدة كلها. كانت معكم ميس هبة رجب من قناة مصر عمر رجب 2. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه على قد ما تقدروا علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوفوا القناة تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. وبذكركم إن هنا على القناة بحل وأشرح من جميع الكتب الخارجية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية. وكمان لو مهتمين بمناهج المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية تشتركوا معانا في قناتنا الأولى وهي قناة مستر عمرو رجب. القناة روعة وممتازة وهتعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.